الذهن لابد فيه من مدارسة. فإذا ابتدأت في تحصيل المسألة فدارس الناس، قد تكون من تدارسه شيخا من شيوخك، وقد يكون قرينا من أسنانك، فتدارسه فتذكر ما تعلمته وتسمع منه في ذلك الشيء الكثير. إذن هذا تسمى المدارسة، فتقول فتعطيه ما عندك ويعطيك ما عنده، ولكن انتبه، إياك في المدارسة من المماراة، فإنه لا يبارك في العلم لمن كان مماريا فيه. كثير من الناس للأسف يظن أن المدارسة هي أني أتكلم أنا وإياك وأن أغلبك، فإذا ذكرت مسألة أو رأيا أحاججك محاججة الأعداء والخصوم، ولا بد أن تصل لرأيي، وهذا ليس كذلك. أنت عندما تدارس أخاك فإنما تسمع منه أمرا لربما كنت غافلا عنه، فأنت تقصد المذاكرة نفع نفسك، هذا ليس من باب المغالبة، وإنما المدارسة تريد أن تنتفع لنفسك. أنت عندما تتكلم بالمسألة يظهر الله جل وعلا على لسانك شيء لم يكن موجودا في ذهنك. أذكر أحد المشايخ الشيخ محمد عثيمين يقول في بيت الوادي، يقول أنا في كثير من الأحيان أقول الكلام في الدرس قبل الدرس وبعد لا أستطيع أن أقول هالفكرة، تظهر علي في أثناء الدرس. ولذلك يقول كثرة الكلام بالعلم في المدارسة والمذاكرة فإنه بأمر الله عز وجل يظهر العلم. وقبل ذلك يقول أبو نصر الفريابي والعلم، لكن بشرط أن يكون بزمام بالعلم، وأن لا تجاوز العلم للجهل والتخرص في دين الله عز وجل، فإن من قال في كتاب الله ما بغير علم فقد أخطأ ولو أصاب. إذن هذا النوع الثاني وهو المدارسة.